شاء الله ما شاء الله. العواف ايه ما بيردوش ليه؟ خير يا حاجة، عايزة ايه؟ ها؟ ايوه انا كنت عايزة حضرتك، يعني عايزة. خلاص يا ستي خلاص، انا مش عارفة بتتجرأوا تدخلوا الاماكن دي ازاي. طيب امسكي يا حاجة ومشي من سكت عشان ما تعمليش مشكلة. ايه ده يا نهار اسود؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا عايزة دولارات، معاكي دولارات؟ انتي كمان مش عاجبك؟ يا بنت هو انا شحاتة؟ ده صاحبة المكان ده كله تبقى صاحبتي. طيب. انا جاي اسال على بنتي. صاحبتك اسالي عليها بره. يا بنتي اسال على بنتي بره يعني ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش مشكلة إيه؟ يا نهر يا نهر بس إيه؟ بس ايه اللي بتعمليه ده؟ ده واحدة جاية بتستهبل وبتقول انها صاحبة المدام. ايه ما تقوليش بستهبل، عيب، ده انا زي والدتك، عيب. مش ممكن. ماما قوت. نعم؟ انت عارفة اسمي منين ماما قوت؟ انت مين؟ انا داليا، داليا بنت. هو انت مش هتبطلي اسلوبك الفالجر ده؟ ماما قوت دي ست الناس كلها. انا اسفه، سوري يا فندم. معلش ما جراش حاجه، ما ترفديهاش، اخصمي لها شهرين بس. خد يا بنتي الفلوس دي تنفعك، انت دلوقتي بقيتي خلاص قاعده ما عندكيش شغل. وايه اسلوبها البنجر ده؟ ما حلو البنجر والله، على السلطه يتقطع كده بيبقى جميل. بنجر ايه؟ بلجر. بلجر يا ماما. جنزر. هي كمان بتتكلم من جنزر. وانت برضو مش فاكريني؟ مش فاكره دولي يا ماما قوت. دولي؟ دولي ده ايه؟ ده فيلم ده ولا ايه؟ لا، دولي الدبدوبه الصغيره اللي كنت بتعلميها الخياطه في مدرسه السيده عائشه. الدبدوبه انت اسمك حلو. انت بنت سعديه الدلاله؟ سعديه دلاله ايه يا ماما قوت؟ بالراحه يا ماما قوت، بالراحه. بنت بنت سعديه الدلاله. نهار اسود عليا. بالراحه يا ماما قوت، فضحتيني. مكان عايش هنا. عشان امك ايه؟ دكتوره في الجامعه ولا في مجلس الشعب؟ يا ماما قوت يا حبيبتي. فكرتيني بامك. كانت تبيع القماش للعراي الشايط وتقول عليه مستورد. والنبي اتسجنت مرتين. هي فين؟ هي بره ولا في السجن؟ فضحتيني يا حبيبتي والله. مكان عايش، مكان عايش. خلاص عشان ما كملش للناس، اعملي جميله فيا بقى وشوفي لي بنتي فين. بنتك؟ هي بنتك بتيجي السنتر ده؟ اقصد يعني زبونه هنا؟ بتيجي تحلق عندكم. ايه؟ دي صاحبة المكان كله، واخدة أجازة وبنتي قاعدة مكانها. هي مدام عزة تبقى بنت حضرتك؟ وأخيب واحدة عندي، فرح أخوها النهاردة وجاية تزوق الزباين اللي هنا وسايبة عروسة أخوها، يرضيكي؟ لا ما يرضينيش. استني قبل ما تقصي، لو ما انتيش بروفيشنال روحي وقتي حد من زمايلك. لا ما تلاقيش، على ضمانتي أنا واثقة بجد إن كاري هيليق على وشك. لا أنا عارفة طبعا إنه هيليق على وشي. أنا ياما عملته وأنا راجعة من بيروت، بس انتي عارفه بقى انا حابه اجرب التاتش المصري يعني. ما تقلقيش. هايدي سيبينا لوحدنا بعد اذنك. ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ البنت لسه ما قصتش. ايه المشكله؟ القص ممكن يستنى شويه، بس ماما قلت لا. ماما قلت واقفه بره في الريسبشن وعايزاكي ضروري. مش ممكن. هو ايه حكايه ماما قلت؟ انتي تعرفيها؟ ايوه اعرفها من زمان، بس مش ده مهم دلوقتي. مدام كوكي راجعه في الطريق وانا قلت لها ان انت خبيره تجميل وجايه من بيروت وكلام كبير قوي. ايوه ما هو انا كنت هعمل قصه في شعري وكنت هلبس حاجه يعني غير يعني انا كنت هظبط الدنيا، فاهمه؟ يا ستي عادي ما تتكسفيش مني، انا زي اختك. المهم بس دلوقتي انت لازم تاخديها وتروحي قبل ما كوكي ترجع. لا يا داليا، انا مش همشي من هنا ومش هسيب هنا لا الكوكي ولا لابوكي ولا لاي حد خلقه ربنا. يعني ايه؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.